نحن ساكني حي الكاهنة وحي العتيق وحي المجاهدين بلدية بئر العتر نقدم عدة أمور لم يتم تلبيتها من طرف رئيس البلدية. من طرفها أول مطلب هو المياه، المياه التي لا توجد أصلا، رغم من عاد ما فيه من الماء ومن عاد ما فيه من التاية العمرانية، طرقات ما كانش، البوبالة راهي ما عندك وين، وما عندك وين، وما عندها وين تزيد مع السخانة ومع الناموس، رانا نعانوا في معاناة كبيرة. الماء ما كانش، الماء راهو ما كانش، يجينا مرة في السمانة ولد مرة 15 يوم، تو راهو مرة في 20 يوم. نداء إلى السلطات الوصية، من فضلكم من فضلكم ابعثوا لنا لجان تحقيق في جميع المجالات لدائرة بئر العتر. رئيس البلدية راهو ما استقبلناش، راه شكينا شكينا، لكن لا حياة لمن تنادي. عندنا أزمة تاع مياه، أزمة الإنارة، أزمة الطرق، المرافق عندنا متوفرة ومسكرة زي اللي مكتب الاتصالات. نطالب بفتح مكتب بريدي ثانوية، تهية الطرقات، رانا شكينا لكن لا حياة لمن تنادي. نحن نطلب من السلطات الولائية والسلطات العليا للبلاد أن تلبي لنا مطالبنا كل من المياه ومن التهيئة ومن الحماية من هذا المسؤولين.